أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بسؤال للأخ أبو حسن، يقول عندي عمال في مزرعة وعددهم ما يقارب من 20 عامل، ورواتب هؤلاء العمال متواضعة، يقول وعندي زكاة كثيرة، هل أعطيهم من الزكاة؟ إذا كانوا مسلمين وأعطيتهم لفقرهم فإن هذا طيب، هم من أهل الزكاة. أما إذا كنت تعطيهم لترغبهم في العمل عندك أو لتحسب ذلك من أجرتهم فهذا لا يجوز ولا يجزيك هذا. نعم.